البرنامج الاستعجالي جاء استجابة لهذه المسائل بخصوص أيضا تقوية شبكة الماء الصالح للشرب على مستوى مدينة الداخلة. اليوم مدينة الداخلة كتشهد واحد انفجار عمراني كبير، واحد نمو ديموغرافي متزايد، كتشهد إحداث أحياء وتجزئات سكنية جديدة. فبالموازاة وجب علينا كمجالس نواكب هذا التطور العمراني ونواكب هذه الكثافة السكانية. داكشي علاش نفس يعني الصبيب وكمية المياه الصالحة للشرب كانت يعني كتوزع على المدينة، ما حدا كانت واحد القدر اللي هو ديال 80,000 إلى 70,000 نسمة. اليوم المدينة كتقارب 200,000 نسمة. فبالتالي يعني لابد مجموعة من التدخلات ومجموعة من الإجراءات الاستعجالية الآنية لتقوية يعني القنوات ديال المياه الصالحة للشرب باش توصل للساكنة، أيضا فيها أيضا احترام حتى للساكنة واحترام للإنسانية ديال الساكنة. تحسين نظافة المدينة. نظافة المدينة اليوم المدينة كتشهد مجموعة من مخلفات البناء المتراكمة والمتناثرة على يعني جميع كنلقاو جميع الأحياء، لا سيما على الأطراف ديال المدينة، في الحي الصناعي، الأحياء الغربية ديال المدينة، في ليكوت. فبالتالي خاصنا مجموعة من التدخلات لتحسين نظافة ديال مدينة الداخلة. فبالتالي هذه الاتفاقية من خلال الإجراءات والمشاريع المبرمجة يعني تأتي استجابة لهذا الانتظارات وساكنة مدينة الداخلة. أيضا حماية المحيط البيئي وحماية جمالية المدينة. بخصوص مكونات الاتفاقية، كما سبق وأشرت بأنها تهدف إلى إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي. شبكة الصرف الصحي بالمدينة ف 135 مليون من الدرهم اللي أسستهم هذا الإجراء، يعني إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بمختلف أحياء مدينة الداخلة، إضافة إلى الإنارة العمومية. فكما سبق وأشرت بأن المدينة تعرف واحد الحدوث ديال أحياء جديدة، التجزئات السكنية جديدة اللي وجب علينا يعني كمنتخبين وكمشرفين على مجالس مواكبة هذه التجزئات وهذه الأحياء بالمرافق والخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، من صرف صحي، من ماء، من كهرباء. فبالتالي الإنارة العمومية لهذه الأحياء والتجزئات السكنية جديدة. شبكة صرف مياه الأمطار أيضا ترقبا وتحسبا، أن الداخلة كان عندها دائما مشكل، كنا نشهد واحد الكمية قليلة من الأمطار، دائما كيكون عندنا مشاكل في هذا الإطار. إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الماء الشروب 70 مليون ديال الدرهم، النظافة وجمع النفايات على مستوى مدينة الداخلة، ومصاريف الدراسات والمراقبة والتتبع. هذه الاتفاقية كلفتها 430 مليون من الدرهم، وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتوفير مساهماتها المالية سنة 2022-2024 أو باللجوء إلى قروض من طرف صندوق التجهيز الجماعي لفك. بخصوص تتبع التقييم والمراقبة، تحدث بموجب قرار السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب وتحت رئاسته لجنة إقليمية يعني تؤول إليها مجموعة من المهام، أهمها تتبع إنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية داخل أجل محددة، تحديد جدول نهائي لإنجاز المشاريع حسب حالة تقدم الدراسات والاعتمادات المالية التي تتم يعني تعبئتها، إضافة إلى أن اللجنة تجتمع مرة كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتدخل حيز هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من طرف جميع الأطراف وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتنتهي بعد التسليم النهائي للمشاريع والعمليات موضوع الاتفاقية وتسوية جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بتنفيذها. هذه الاتفاقية بالأهمية المكان، رغم أنها تكلف مالية المجلس 20 مليون ديال الدرهم، وإحنا بطبيعة الحال سوف نلجأ إلى صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل هذه الاتفاقية، لأنها نعتبرها اتفاقية أولوية، اتفاقية جاءت لتجيب عن مجموعة من انتظارات ساكنة مدينة الداخلة،
لأنها تدعم أو تؤهل، سوف تؤهل قنوات الصرف الصحي على مستوى المدينة، سوف تهم نظافة مدينة الداخلة، سوف تدعم وتقوية المياه الصالحة للشرب.